النهارده انا عامله فخده المقادير تفاصيلها كتير بس هي مش صعبه خالص. ماشي، عندنا قرنبيط، عندنا بصل قورم، عندنا سمنه بلدي، عندنا بروكلي، عندنا بيبي بطاطس، عندنا كمان بيبي جزر او جزر نقطعه كده. التوابل بتاعتنا النهارده فصوص ثوم، ورق لوري، صلصه، بهارات، وجوز الطيب، وزعتر، وحبهان، وطماطم تشيري، وكمان ذره، ومكسرات، وعندنا الفخده. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ هحط هنا الخضار يتشوح بس عشان عايزه كل ده هيتحط في الفرن. خلاص، اكتر حاجه هتاخد وقت هي البطاطس، فنحطها اول حاجه كده ايه تتشوح، معاها الجزر وفصوص الثوم. ماشي، البطاطس اهي بتتشوح، هحط بقى، عايزه احط البصل والجزر، احط كده ايه زيت. الزيت هو اللي بيخلي الخضار شكله حلو، بيخلي لونه حلو. ماشي، نستخدم السمنه او الزبده في النكهه، لكن ده اللي بيخلي لونه حلو من الاول. نحط بقى كده الجزر، ونحط كمان الثوم، وهجيب الفخده وابتدي ان انا اقطعها بس كده، اعمل لها ايه فتحات، احط فيها فصوص الثوم زي ما بعمل في العرق قبل ما اتبله. خلاص، لان طبعا هتبلها قبل ما ادخلها الفرن. اهي هعمل كده فتحات واحط فصوص الثوم كده اهو. بصوا الفخده انا خلاص عملت لها فتحات وحطيت لها ثوم، فصوص ثوم. هعمل ايه بقى؟ هنا بوله انا حطيت فيها بالظبط نص كوبايه زيت مع ربع كوبايه خل. هحط فيها ايه بقى؟ هحط فيها بودره الثوم والبصل والزعتر والبابريكا وبهارات اللحمه مع جوز الطيب. خلاص، اوكي، وهقلب كويس قوي كده مع ملح وفلفل اسود، ملح، فلفل اسود، والصلصه معلقه صغننه قوي من الصلصه. هنا بقى في الخضار اللي قدامي ده اهو، هحط ورق لوري وحبوب كده من الحبهان. ماشي، والبابريكا، الفلفل الاسود، الخضار بقى، الملح. ماشي اهو، واقلب كويس قوي مع معلقه سمنه، وكده ابتدي احطه هنا مع الفخده. شايفين الصينيه اللي انا حطاها هنا للفخده؟ اهو، نحط هنا بقى معلقه صغيره من السمنه، واحط القرنبيط. القرنبيط انا مش سلقاه خالص. ماشي، هو هياخد سوى اللحمه، مش معقولة اللحمة تستوي والقرنبيط مش هيستوي. خلاص، هو هياخد سوى اللحمة. طيب نبتدي بقى هنا نعمل ايه؟ نتبل الفخدة. نجيب كده فرشة واحط هنا بس شوية سمنة عشان عايزة اخد كده شوية من السمنة دي احطها على الفخدة. ابتدي بقى اعمل كده الاول كده، حتى هسويها كده في الاول وبعدين ابقى اوديها الوش تاني. الوش تاني هو اللي احنا بنقدم بيه السمنه دي بقى اللي هي معاها كده نكهات الخضار. كده تبلنا الفخده. ماشي اهو، الدوره بقى هحطه كده كده، وهيبقى طعمها كمان جميل جدا جدا ان شاء الله ان شاء الله. وهنغطي الحاجات دي كلها وندخلها الفرن. ممكن احط حبه من فصوص الثوم يتشوي كده مع الخضار. عايزه اقول لكم الثوم المشوي بيبقى جميل جدا. تمام، طيب نحط هنا بس شويه ميه
عشان عايزه احطها مع الزبيب والطماطم الشاري هتتحط برده هنا. كل ده احنا هنستخدمه. تمام اهي حطها كده بس، دي اللي هتدخل الفرن. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.